سلطة الشوندر والتفاح. المقادير: 3 حبات شوندر مسلوقة ومقطعة إلى مربعات بقياس 1 سنتيمتر، تفاحة مقشرة ومقطعة إلى مربعات بقياس 1 سنتيمتر، حبتا بصل أخضر مفروم ناعما، ملعقتا طعام بقدونس مفروم ناعما، 3 ملاعق طعام زيت زيتون السوسن، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: في وعاء نخلط الشوندر مع التفاح والبصل الأخضر والبقدونس وزيت الزيتون والملح. نسكب الخليط في طبق تقديم ونزينه.